السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اشرح لي. النهاردة هنشرح ازاي نسجل برنامج او نسجل الشاشة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. حضراتكم في برنامج اسمه تونز كيت سكرين اللي انا بسجل بيه حاليا، من اسهل وابسط البرامج اللي بتسجل بيه الشاشة. حضرتك هتخش طبعا على الموقع اللي هو قدامكم دلوقتي مكتوب toonskit.com، هسيبه لكم طبعا في الديسكريبشن تحت. هتنزل برنامج طبعا اللي هو الفري تيريال بتاعه، هتدوس عليه، اهو هتروح منزله سكرين ريكوردر، دوس سيف. تمام، بعد كده حضراتكم هتروح رايح على السكرين ريكوردر وتسطب البرنامج. طبعا هو طبعا عشان شغال بس، فانا هسيب لكم طبعا البرنامج. بعد ما حضرتك بتعمل له تسجيل بيسجل معاك مفيش اي مشكلة، بدون اي حاجة، الصوت واضح من غير سماعة، الميكروفون شغال. لو حضرتك بتسجل من لابتوب ممكن تسجل مباشرة من الصوت نفسه. اتمنى يكون الشرح مفيد، هسيب لكم رابط البرنامج في الديسكريبشن، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله انتظروا مزيد من الفيديوهات ان شاء الله. شكرا.